مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم من كل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة مبارك، وإن شاء الله بالنجاح التمام، ومنكمل فرحتنا معكم بإعلان النتائج قريبا إن شاء الله بالتفوق والنجاح كما هي عودتنا طول كرم، دائما بالتفوق والنجاح والأوائل دائما. اليوم مشاهدينا ومتابعينا بمناسبة انتهاء الثانوية العامة، اليوم مع الصنصيل عالم غير، الأجهزة الخلوية المتطورة ودائما المتميزة في عالم الخلويات، قسم للصيانة وأفرع دائما ومستمر في تقديم الهدايا لطالب بعتنا وطلابنا في الثانوية العامة. اليوم كل التحية للصنصيل معاذ وسعيد ولكل الطاقم العامل، أول شيء يعطيك العافية والله يعينكم. خلصتوا؟ خلصنا. كيف الفرحة؟ كثير منيحة، يعني الكل مبسوط، ومع أنه الامتحان ما كانش كثير سهل بس أنه الواحد مبسوط أنه خلص امتحاناته إشي، وإن شاء الله يرعونا السنة. إن شاء الله يرعوها السنة، وإن شاء الله بتنجح يا رب، وبنجح كل طلابنا وطالباتنا، وتكون طول كرم تفتخر بالناس. طيب إحنا بدنا نعطيك هدية مقدمة بمناسبة انتهاء الثانوية العامة من الصنصيل، هدية مميزة، شو بتحكي لهم؟ منحب وندعمهم كثير، وصنصيل كثير كثير مناح، وجودتهم كثير منيحة، وكثير بصلحوا التلفونات كثير منيح، وإن شاء الله التقدم والنجاح. وإن شاء الله منحفل فيكم النجاح. إن شاء الله. شكرا لك. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا مع الصنصيل للأجهزة الخلوية في طول كرم مقابل دوار ثابت ثابت، وفي عتيل، وفي أيضا مجمع الشلبي. مشاهدينا ومتابعينا اليوم بنقول دائما لطلابنا وطالباتنا بنتمنى لكم التوفيق مع نهاية العد التنازلي وانتهاء الثانوية العامة، اليوم الامتحان الأخير، عشان هيك الصنصيل بده يقدم هدايا مميزة لطالباتنا المتفوقات والمميزات، إن شاء الله بنفتخر فيهم في طول كرم وطلابنا. أول شيء تعرفين عنها؟ حلا دروبي، مدرسة العدوية. أهلا وسهلا فيك حلا، كيف الامتحان كان؟ سهل الحمد لله. سهل الحمد لله. طيب شو بنتأمل تكونوا انتوا تجيبوا نتائج وتبهرونا اليوم السنة؟ ان شاء الله، يعني الواحد احنا صراحة يعني مش متوقعين ولا اشي، كنا نرجع من امتحان ما نراجع ابدا، هو الاشي الاحسن، فصراحة لحد الان ما بعرفش ولا اشي شو عملت. بنسى الامتحان السابق وبحط طبعا هيك للي بعده. نعم. طيب حلا انت راح تشوفي معدلك حلو شو ما كان، الحمد لله راضي عن نفسك. نعم صح. نعم. طيب نقدم لك هدية من الصنصيل، سماعة مرتبة، شو بتحكي لهم؟ شكرا لكم كثير. وكم مبارك. مبارك، مرحبا. اهلا. كيفك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. اسمك؟ ماسد عباس من مدرسة بنات العدوية الثانوية. طيب كيف الامتحان كان اليوم؟ الحمد لله كثير سهل. كثير سهل وبجنن يعني صراحة. وبراعي كل الفروق الفردية وكثير سهل. طيب احنا نقدم لك هدية من الصنصيل، شو بتحكي لهم؟ يسلم وشكرا له. شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله، تعالوا معنا. مشاهدينا مكملين معكم مع الصنصيل عالم غير في عالم الأجهزة الخلوية المتميزة والمتطورة، كمان قسم صيانة عالمي، دمتم بخير ودائما مع الصنصيل عنوان. طيب مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله. كيف الامتحان الأخير؟ مليح الامتحان، مراعى لجميع الطلاب، يعني ما فيش لا صعب ولا سهل، وسط. طيب انت بتعرف الصنصيل تبع الاجهزه الخلويه؟ وانا اللي بعرف. شو رايك فيه؟ الحمد لله مليح، هذا الزلمه مرتب سوبر. سوبر 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 الصنصيل. طيب التوجيه اليوم اخر يوم ونحتفل فيكم مع الصنصيل، بده يقدم لكم سماعات هديه بمناسبه انتهاء الثانويه العامه، وان شاء الله عقبال ايش الجامعه. الجامعه والنجاح. الجامعه والنجاح. طيب هاي مبروك، شو بتقول له؟ كل عام وانت بخير بالنسبه لعيد الاضحى، وشكرا له. شكرا لك. طيب ألف ألف ألف. محمد ابو التين. ابو التين كيف الامتحان الاخير؟ يعني منيح ماشي حاله، بس الدين اسهل لسه. الدين اسهل يعني بدهم اياه سهل، بدهم اياه كله سهل يا جماعه الخير. اليوم احنا مع الصنصيل. غلط، حطوا غرش التكنولوجيا اصلا. غلط وخلص، اللي صار صار، هلا انسى خلص. هلا بنستنى بايش؟ بالنتائج ان شاء الله يا رب. ان شاء الله تكونوا ناجحين وطول كرم تبيض وجهنا زي كل مره من الاوائل. طيب هاي مقدم من مين؟ الصنصيل. الصنصيل يسلمه، يعطيه الف عافيه، وكل عام كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. طيب مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم بالاجواء الحلوه، مرحبا. شو اسمك؟ مرحبا. محمد علاء الشون. كيف التوجيه؟ منيح الامتحان. تمام؟ تمام. طيب بتعرف الصنصيل انت ولا بتعرفوش؟ نعرف الصنصيل. الاجهزه الخلويه المتطوره، قسم للصيانه، وشيء مميز، شو بتحكي له اليوم؟ كل عام وانتم بخير ويسلموا على كل شيء. طيب احنا بمناسبه هاليوم الحلو وانتهاء الثانويه العامه لطلابنا، اليوم نقدم لك هديه من الصنصيل، شو بتحكي له؟ كل عام وانتم بخير ويسلم على كل شيء، ويعطيكم الف عافيه. عقبال النجاح. عقبال النجاح. عقبال النجاح. توجيه انت؟
توجيه، تعالوا معنا التوجيه اليوم. احنا سعيدين انه ما انهوا، لانه سنه كامله من التعب والارهاق للاهالي، بنتمنى لهم التوفيق، واليوم هداياكم من الصنصير للتوجيه. تعال هون خليه يمرق. تعال، شو اسمك؟ محمد اسماعيل طنيب. طنيب، كيف اليوم الثانويه العامه الامتحان الاخير؟ لا الامتحان سهل الحمد لله رب العالمين. لا ممتاز يعني دي. وبشكل عام كيف الثانويه العامه السنه؟ السنه هي استصعبنا شوي يعني بآخر الامتحانات بسبب إنه التغط دع دائرة. نعم. وصارت شوية ضغوطات شوية نفسية على الطلاب. إن شاء الله إن شاء الله الوزارة تراعيكم، إن شاء الله إن شاء الله تراعيكم الوزارة. إن شاء الله. يعني إحنا بنتأمل إنه اللي يحط شو اسمه اللي يحط الأسئلة مش حدا في الوزارة، المعلمين الأقرب على طلابنا وأسلوبهم، بيعرفوا شو أساليب طلابنا وكيف علموهم في المدارس. عشان هيك أنا بطالب المعلمين اللي في المدارس هم اللي يحطوا الأسئلة مش في الوزارة، هاي مطالب كمان طلابنا. طيب هاي بنقدم لك هدية مقدمة من الصنصيل، شو بتحكي له؟ كل عام أنت بخير بمناسبة العيد الأضحى، وإن شاء الله الدعم. إذن مع الصنصير مكملين معكم مشوارنا مع انتهاء العد التنازلي للثانوية العامة، واليوم آخر يوم نحتفل إحنا وياكم مع الصنصير عالم الأجهزة الخلوية المتطورة الصيانة والأقسام المتعددة والإكسسوارات العالمية عند الصنصير في طول كرم مقابل دوار ثابت ثابت. مشاهدينا ومتابعين، نتمنى لكم النجاح لكل طلابنا وطالباتنا، وإن شاء الله طول كرم تكون في المقدمة ودائما في العالي وفي العلالي كما قالها الشهيد ياسر عرفات محافظ التفوق والنجاح. أول شيء مبروك إنكم خلصتوا. تسلم الله يسعدك يحيى صبرينا. كيف كان الامتحان الاخير؟ الحمد لله منيح تمام يعني. وكل الامتحان بشكل عام في تركات و اكيد تركات واضحه. بس الحمد لله منيح منيح تمام. طيب نتامل لك التوفيق ان شاء الله. هاي هديتك من مين؟ من الصنصير، شو بتحكي له؟ موفقين والله يسعدهم. يسعدك ومبارك ان شاء الله بالنجاح. بننشوف. طيب طبعا كتاني كلهم كتاني ما شاء الله متميزين، وعنده مول شاعر فريد الجبعي من جبع ومتميز بالكلمات. بدنا إشي للثانوية العام اليوم وللصنصيل. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، ومن زادك بتغذى الطير، والتوجيهي حييت للتوجيهية بإذن رب البرية، علامة مليحة قوية، ربنا ينجح التوجيهية من شب ثم الصبية، والهم غنيت الغنية، والفجر محطة عالمية مشهورة بالضفة الغربية وفيها منتصر، واللي بجنبه وردي جورية مثل اللي زارعها على المية وغنيت. هذا وردي جورية أخوي. طيب يلا مشيها. حلوة كثير بهالنظارة، إدارة في عندك إدارة وأمير يا ابن الأمارة، يلي بتعطي صورة شلبية بالفيديو حلوة وشلبية، وغالية الفجر علي وحياة طه نبية، ثم الكعبة المبنية الهطيبة الغنية ومنتصر حبة عيني، الكفريد الجبعاوي بغني بفنه هداوي وشعره أحلى من البكلاوي، وانتو بتغلوا علي المحطة الأصيلة في طول كرم، موجود فيها العلم ما بترضى المحبة من السلم، ورب شاهد علي الفجر الله يكويها، وأفكاري بدي نميها من قصيها ودنيها، وبحيي للمدير العام إلكم كل الاحترام، ولمنتصر واللي جنبه ابقى خدام، فريد الجبعاوي مقدام بغني بشعر وانسجام، ورب شاهد علي كل عام كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير، يا الفجر أحلى ومحطة، ومن زادك بتغذى الطير مثل اللي مغدي للبطة، وشعر المحبة بالصير، وغنيت بفنه في نقطة، وغافل المحبة الطير، ومنتصر غالي علي، واللي بحده نوارة كالنجمة مضوية، ورب شاهد علي لما بحدي من جنين، بطرب طول كرم الغانمين، ورب شهيد العالمين، حق واجب علي لما بحدي أنا حدادي، بصلي على النبي الهادي في عن فن وإرادي، ومسجل امن القيادي، ومحطة الفجر كالنجمة مضوية شمس بوقت الحرية، وكل عام وأنتم بخير، والأضحى ليكم ولي. طيب الله يعطيك العافية ما شاء الله. هل إيش الكلمات الرائعة جدا، لكن بدنا كلمة كمان للصنصيل، الصنصيل للأجهزة الخلوية، وكمان يعني السعيد ومعاذ، معاذ وسعيد اللي موجودين. يلا يسلم لي معاذ وسعيد، وفني أصلي مش تقليد، وباسمهم يتغنى فريد،
أهلهم من الأجاويد عن الواجب ما بحيد وربي شاهد علي. لما بحكي على الاتصالات شعر المحبة بالذات إلهم بتغنى نغمات الروحة مثل الجي الروحة مش زي الجي بالذهاب وبالإياب محطة الفجر عنوان الكتاب. والصنصير في طول كرم في كل مكان في طول كرم وفي كل مكان الشاعر بتغنى ألحان للتوجيه البيان ينجح برب البرية وإن شاء الله بيجيبوا أحلى وشهادي وباجي بتغنى بإرادي وبعطي الفن بمعادي ورجال المحبة لي حتى ساهد سائد كبهة مدير التربية والتعليم بطول كرم هذا حكيم وبفني ليسن وغشيم وماشي الخط المستقيم كريم وابن كريم يا منتصر يا الورد الجورية. أشكرك أشكرك يا فريد، هذه الهدية مقدمة من الصنصيل، شو بتحكي لهم اليوم؟ كل الاحترام لك وربنا يكويهم وكل عام وأنتم بخير. مشاهدينا متابعينا كنا معكم في هالجولة الحلوة والصباح الأجمل مع طلابنا الثانوية العامة في ختام اليوم النهائي من الثانوية العامة التوجيهي، نتأمل لطلابنا يكونوا دائما متميزين وناجحين. اليوم كنا بصحبة الصنصيل للأجهزة الخلوية المتطورة الإكسسوارات العالمية وكل شيء مميز في عالم الصنصيل. طبعا الصنصيل فروعه في عتيل في طول كرم مقابل دوار ثابت وأيضا لا ننسى في عمارة الشلب الطابق الأرضي. الصنصيل عالمكم غير، قسم صياني متطور، واليوم حبوا يشاركوا الصنصيل طلاب الثانوية العامة مع اختتام الجولة النهائية من مباريات الدوري النهائي للثانوية العامة اليوم. إن شاء الله نتأمل مع الصنصيل نكون معاكم مشاهدينا ومتابعينا في تقديم الهدايا بنجاح طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة القادمة إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله إعلان نتائج ونكون معاكم بفرحتكم مع الصنصيل مشاركين من خلال شاشة تلفزيون الفجر. دمتم بخير، تحية للصنصيل معاذ سعيد وكل الطواقم العاملة في كل الأفرع، بنتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله توجيهي نتائج مبهرة لطول كرم ونكون سعيدين بكم ونفرح ونكمل مشوارنا معكم بفرحتنا مع الصنصيل. مشاهدينا متابعينا بشكركم على وجودكم معنا، شكرا لزملائي من وراء الكاميرا علاء الجلاد خباب الأصبر ومني أنا منتصر العناني، دائما ما إلكم إلا عنوان واحد في عالم الأجهزة الخلوية والصيانة والإكسسوارات فقط اسمه الصنصيل. إلى اللقاء.